ايه رأيك في الصورة دي؟ لا مش عندي تعليق طبعا، هي صورة لا تليق، ولكن خلينا نقول السبب والمسبب. السبب والمسبب طبعا الصورة كشكل هنقول لا معترضين عليها شكلا وموضوعا، هناخد رياكشن مش لطيف طبعا. كصورة لا مش عايزين احنا نشوفها تاني، ونتمنى ان في لقاءات القمة يعني نتوقف على هذا الشكل. ولكن كهربا للاسف هو استفز طارق حامد، لعيب طارق حامد هو لعيب فايتر ولعيب مقاتل جدا، ما تحاولش ان انت تستفز زميلك. يعني بعد الكرة كان في التحام شرعي، الحكم حتى ما حسبش بفاول ما بين طارق حامد وبين كهربا، فالحكم استمر عمل يعني اتاحه لعب. كهربا بعد كده ضرب طارق حامد على دماغه يعني كده بشكل استفزازي، فطارق حامد جه رد عليه يعني، فطبعا حصل الاشتباك ده. نتكلم طيب بره الصندوق شويه، انت شايف الاشتباك ده ممكن يكون ناتج عن جوه في زعل ان كهربا ساب الزمالك وراح للاهلي؟ زعل من مين؟ من طارق حامد زعلان يعني؟ ما اتوقعش ان هو يعني في الاول وفي الاخر يعني كهربا لعيب كبير اكيد واضافه لاي فرقه، ولكن اكيد يعني لما ينزل هو مش نازل يعني بيمثل النادي الاهلي فقط، وكل لعيب في النادي الاهلي بيمثل نفسه، فكهربا مش استفزاز ان هو بيلعب في النادي الاهلي يعني. لا عادي، هم في الاخر زمايل وفي الاخر ما بيخسروش بعض عشان الكوره، ولكن كهربا نزل في الملعب استفز. يا جماعه على فكره لينا اصدقاء كتير من الزمالك ومن الاهلي صح، بيكونوا صحاب جدا وبيلعبوا بالليل بلاي ستيشن مع بعض، وده بجد، وقاعدين على القهوه وحاجه انت ما تتخيلش ان هم نازلين تاني يوم. طب اقول لك مفاجاه، ان بعد لقاءات القمه كمان اللي الجمهور بيثور فيها ويزعل على خساره احد الفريقين، اللعبة نفسها بتسهر مع بعضها يعني. تلاقي جنش بيتصل مثلا بمحمد الشناوي، تلاقي محمود علاء بيسهر مع سليه، بيفصلوا طبعا. هم في الاول في اخر شباب ولاعيبه ولاعيبه منتخبات، فما بياخدوش الموضوع بالحساسيه الكبيره اللي احنا متخيلينها يعني. مفيش حساسيه ما بين كهربا؟ لا طبعا، لا لا اوكي.